بتناموا بالنهار؟ هنعمل ايه؟ مش لازم نحرسكم ونخلي بالنا منكم؟ شغلنا كده. حقك، تمام زي البوليس. بوليس؟ ايه؟ لا لا، بتعمل كده ليه؟ اصل ابن حميدو ما يقدرش يسمع كلمة البوليس دي أبدا. ليه يا ابن حميدو؟ اصل احنا بصراحة تجار مخدرات. يا خبر اسود، تجار مخدرات؟ أيوه، أكبر اتنين مهربين في السويس احنا. يا ولاد الإيه؟ ولا باين عليكم. ما هي دي الحداقة. اعملوا معروف انا بخاف من الحاجات دي قوي. اوعوا تعملوا حاجه لاحسن ابلغ عنكم البوليس. بوليس؟ ما قلنا بلاش سيره البوليس دي. معلش يا ابن حميد. ايوه سيبونا من السيره دي، قومي بيا ننزل البحر. احسن فكره. وانتوا تنزلوا معانا. ايوه بس انا معرفش اعوم. اعلمك. وما عندناش مايوهات. نجيب لكم. تجار مخدرات، الله يخرب بيتك. امال عايزنا اقول لهم ايه يعني؟ بنشتغل في الفونتانا؟ والله انا خايف يكونوا شكوا فينا. امال انا قلت لهم احنا ليه مهربين؟ علشان لو كانوا شافوك لما رحت ورا لتانيا امبارح اشيل عنهم فكره البوليس دي خالص. خد البسه بسرعه. انا مش مستريح ابدا للجماعه دول. مفيش ابدا مهرب يقول على نفسه مهرب لناس ما يعرفهمش. كمان ابتديت اتوغش، دول مش شكل صيادين ابدا. دلوقتي نتأكد من كل حاجة، بس خليهم معاكم في البحر على قد ما تقدروا. يلا شوفوا شغلكم. ابن حميدو! غلطت، جبت لك المايو بتاعي. مباحث المباحث، الله يرحمنا. قبل ما يرحمنا نخلص عليهم. بلاش كلام فارغ، البوليس ضروري عارف انهم معانا هنا، ومش بعيد يكون في حد غيرهم بيراقبنا. لو قتلناهم هيعلقونا كلنا في المشنقه. امال هنعمل ايه؟ نهرب ونلف بجلدنا. نهرب ازاي؟ احنا دافعين 5000 جنيه امبارح والبضاعه مش هنستلمها الا بكره. نضيع عشان العمر كله في شربه ميه ونرجع للفقر من تاني؟ هم نسينا ما يقفشونا وناخد 25 سنه؟ هم مش ممكن يقبضوا علينا الا بعد ما نستلم البضاعه. هيقبضوا علينا من غيرها ليه؟ يتهمونا بايه؟ اسمع، رجعها مطرحها زي ما كانت تمام، وانت افضل هنا راقب له الطريق، وانا هدخل عليهم بطريقه ثانيه. استنيني في الخيمه انت وماريس. ماريس تعالي. ايه مالك؟ سلامتك. اصله ما بيعرفش يعوم وشارب ميه كتير من البحر. طب تعالى استريح، انا حتى عاوز اتكلم معاكم في حكايه. خير؟ تعالوا استريحوا الاول. اهلا وسهلا حمام العافيه. الله يعافيك خوفيا.
فأصلوا بينا على النبي. اللهم صل عليه. وهلا هلا على الجد. والجد هلا هلا عليه. لتانيا قالت لي انكم بتوع حشيش. ونعم الاخلاق الكريمه. وانا كمان بتاع حشيش. ونعم السجايا القويمه. والايد لوحدها ما تسقفش. قفش. ويا بخت من نفع واستنفع. انفع. بس احب اتاكد الاول. اكد. تعرف في اصناف الحشيش؟ ايه اللي ما اعرفش كويسه دي؟ طب ايه اخر اصناف نزلت السوق؟ اقول لك يا سيدي، في صنف اسمه موعد مع السعاده، لكن ايه؟ ملبن، حاجه على كيفك قوي. وفي صنف تاني ممشيش عندنا، سوق واقف خالص. اسمه ايه؟ جمعيه المنتفعين. حلو قوي. لا ابنكار صحيح. ده تانيه كانت قالت لي ان نقط الحدود عارفينكم ومش بيفتشوكم، وانا عندي شويه كوكايين عاوزكم توصلوهم لغايه مصر. تاخدوا مني كام؟ احنا مش بتوع فلوس، احنا ناخد 10%. لا 10% كتير. احنا هنفصل مش عاوزين. ما يبقاش طبعك حامي كده. خلاص 10%. البضاعه هتكون جاهزه يوم الخميس الساعه 4 بعد الظهر. وهتسلموها لنا فين؟ لا يا حدق، واحده واحده، كل شيء هتعرفه في اوانه. اما اروح انا اوضب شغل. شايف حدائق محسوبك؟ اهم طبوا يا عم زي الجرادل. انا كان لازم يرقوني لواء. لواء. يلا بقى يا ابا، الساعه بقت 11. طيب يا بنت، اما اشرب فنجان القهوه. يسيب الشغل اللي في ايده ويجيبه معاه. اهم فايا حسن عندهم، ولا عايزنا اتجوز غيابي؟ حاضر. وما تنساش تجيب الشربات، فاهم؟ حاضر. وابن حميده قبل الشربات، فاهم؟ حاضر. انت مش قلت انك هتسلم لنا البضاعه الساعه 4؟ ايوه. طب دلوقتي الساعه 11. البضاعه وصلتنا بدري، ايه اللي يخلينا نستنى للساعه 4؟ الشغلانه دي تحب السرعه. انا هروح معاهم وقبل المغرب هكون رجعت للفلوس. جود لاك. يلا بينا. يلا بينا يا فندم. مع السلامه. يلا حسن اطلع يا ابن حميد. يلا اطلع. والله تخبي لك الصندوق بحاجة أحسن. تخبي مين يا عم؟ إحنا شغلنا على المكشوف. اطلع اطلع، خليه على الله. الصندوق ده فيه ايه؟ سمك. ايه؟ عاوز تفتشه كمان؟ اتفضل فتش. والله عال ما تفتشني احسن. كمون؟ كمون ازاي؟ امال كنت عاوز يبقى فيها ايه؟ كمون علشان السمك المقلي. في مانع؟ اقدر اطلع شاويش؟ اتفضل. تشاو. ايه يا حسن؟ طلع استنتاجك مظبوط؟ ايوه يا فندم. من ساعة ما لقيت الجواب متطبق، عرفت انهم فتشوا هدومنا واحنا بنعوم، وعرفوا اننا بوليس. وحكاية النهارده، برضه زي ما بلغتنا ان قصدهم يبعدوكم عن عملية التهريب الأصلية؟ مفيش تفسير غير كده يا فندم، وأنا متأكد إنه بقية العصابة بيستعدوا دلوقتي لاستلام البضاعة وتهريبها. أنا معتمد على الله وعليكم يا حسن.
انما المهم لحد دلوقتي لسه ما عرفناش بطن الزير دي تبقى فين. على العموم هتلاقي القوة في انتظارك في المكان اللي اتفقنا عليه. مع السلامة. ألف مبروك يا عريسنا. الله يبارك فيك يا أستاذ. والله أنا لو كنت بعرف أزغرك كنت زغرت لك أنا. الله، دول هدوا المعسكر. أنا كنت متأكد. وفكرك راحوا فين؟ الخيام مهدوده، ولا في اثر لا الحسن ولا ابن حميده ولا اي انسان قد يكون. يخرب بيتي، راحوا فين؟ يكونوش الخواجات اتلموا عليكم؟ ما تخلصونا احنا بقى. ده ايه ده؟ يخلصوكوا يعني ايه؟ يعني اروح ضحيه انا مفيش جواز؟ ايه النحس اللي راكبني ده يا اخواتي؟ فكوا عقدتي يا رب. حظك كده يا حميده. هنعمل ايه المعازيم اللي جايين بالليل؟ نكتب كتاب على الحساب وخلاص. مش ممكن بنات يخشوا الا مع بعض. انا قلت كلمه وكلمتي ما تنزلش الارض ابدا. حنفي. مفيش حنفي. أنا قلت نكتب كتاب عزيزة، يعني نكتب كتاب عزيزة. حنفي. خلاص تنزل المرة دي، إنما اعمل حسابك المرة الجاية مش ممكن تنزل أبدا. الساعة 4 ميعاد استلام البضاعة ومحدش منهم جه. وإيه الفايدة؟ عارفين الساعة ومش عارفين الحتة اللي هيسلموا فيها البضاعة. بس لو نعرف إيه قصدهم من بطن الزير. ما تفكر معايا يا ابن حميدو. انا اعرف بس ادي زير وادي غطاء. مش كنا يا ابني قبضنا على الباز وعرفنا منه كل حاجه؟ الباز ما يعرفش، ده سأل لثانيه قدامي ما رضيتش تقول له. اما انا مغفل صحيح، بطن الزير يبقى فيها ايه؟ صحيح، بطن الزير يبقى فيها ايه؟ يبقى فيها ميه طبعا. وافرض فيها ميه. يبقى احنا غلطانين انه متدور في الجبل، لازم ندور في البحر. ابدا، مية الزير مية حلوة والبحر ميته مالحة. شوف لك بطن تانية. انا متأكد ان فكرتي صح. الجماعة دول كانوا جايبين معاهم ادوات صيد وغطس، لازم بيستعملوها عشان يجيبوا البضاعة من تحت البحر. معاك. يبقى برضو معرفناش فين بطن الزير. لازم تكون قريبة من هنا. ايه اللي يخليهم دايما يعسكروا في الحتات عشان يكونوا جنب شغلهم؟ وريني. بطن زير يا حميدو، يلا بينا. ايوه، مش نبلغ الاول؟ مفيش وقت، قبل ما نبلغ الاول يكونوا مشوا. كتر خيرك يا رب. يا رب.